بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا وصلنا إلى الوحدة الثانية الخاصة بتحضير نيل شهادة الأزيد 900 الخاصة بأزير فوندامنتالز. وصلنا إن شاء الله إلى هذه الأهداف. إذا learning objectives، يعني ما هي أهداف هذه الوحدة إن شاء الله. Describe the benefits of high availability and scalability in the cloud. شوفوا المصطلحات أحبائي الكرام، availability، high availability أو الوصول إلى المعلومة بشكل عالي، يعني الوصول availability متاح، يعني إتاحة الخدمة دائما عندما تريد المعطيات ستجدها عند مزود الكلاود ب availability. and scalability in the cloud، فاش نقولوا scalability هي قابلية التمدد. ما معنى قابلية التمدد؟ كان مثلا عندك 10 حواسيب، بسرعة يمكنك الحصول على حاسوبين جديدين، مثلا دو ماشين فيرتويال، وعلى وإذا أردت أن تقوم بسحب مثلا 5 حواسيب، يعني إذا شعرت في مقاولتك بأن هذا الشهر 5 حواسيب كافية بدل 10، يمكنك سحب 5 حواسيب. إذن التمدد، قابلية التمدد، سكالابيليتي، افيبيليتي هي الوصول إلى المعلومة، هاي افيبيليتي. وعلى إذن غنتعلموا هاد المواصفات، لأن الهدف ديال هاد الوحدة أحبائي الكرام، هدف هاد الوحدة السمية ديالها هي مثلا in this module we will be introduced to some of the benefits that cloud computing offers. إذا سنقوم بتقديم بعض الإيجابيات التي يمكن أن تقدمها الحوسبة السحابية. إذا benefits that cloud computing offers، إذا ماذا يقدم لنا الكلاود، ماذا تقدم لنا خدمة التخزين السحابي لهذه الأعمال. إذا كما قلنا describe the benefits of high availability and scalability in the cloud. الهدف الثاني describe the benefits of reliability and predictability in the cloud. فاش نقولوا reliability هي هي المصداقية، يعني أن لي دوني ديالك راه ما غاديش، يعني ستكون هناك حماية بالنسبة للمعطيات، سواء حماية رقمية شخصية إلى غير ذلك. reliability يعني الموتور، و predictability التوقع، يمكنك أن تتوقع الأشياء، يمكنك أن تتوقع مثلا عدد الحواسيب التي يمكن أن تقوم بكرائها أو استئجارها من الكلاود مستقبلا إلى غير ذلك. إذا مفهم availability يعني الوصول إلى المعلومة، scalability قابلية التمدد، reliability يعني موثوق، يعني الأشياء تكون موثوقة، يعني لا خوف على المعطيات، وpredictability وقابلية التوقع. Describe the benefits of security and governance in the cloud. Security هي الحماية، governance هي الحكامة. إذن هذا الشيء هذه هي عبارة عن مجموعة من المواصفات التي يقدمها الكلاود. Describe the benefits of manageability in the cloud، يعني التدبير والتسيير داخل الكلاود. إذن يا بسم الله على بركة الله، نشوفوا هاد الوحدة الخاصة ب describe the benefits of high availability and scalability in the cloud. يا بسم الله، نحاولوا أننا نمشيو نقراوها دابا. إذا describe the benefits of high availability and scalability in the cloud كعنوان، يعني الوصول إلى يعني المعطيات ستكون متاحة بشكل كبير، and scalability وقابلية التمدد. when building or deploying a cloud application، عندما نقوم بإنشاء تطبيق سحابي. when، وعلى عندما build ننشئ، عندما when building or deploying a cloud application، two of biggest considerations are uptime. يعني جوج ديال اثنان من الاعتبارات الكبيرة جدا سنأخذها بعين الاعتبار، وهو مثلا availability and the ability to handle demand or scale.
اور سكال، يعني انك تهندل، يعني تاخذ ولا تاخذ تاخذ لي دوموند اكسترا. اذا نشوفوا شنو هي هاي افيبيليتي او مبدا اتاحه الخدمه. وين يو ار ديبلوين ان ابلكيشن، عندما تقوم بانشاء ووضع تطبيق، تطبيق او خدمه او اي معيد اي تي يتعلق بتقنيات الاعلام واتصال ولا It is important the resource. It is important the resources are available when needed. يعني مهم جدا أن يكون هذا الشيء متاح عندما نحتاجه. When needed مهم جدا، عندما أقوم بخلق حاسوب داخل الكلاود أو خلق تطبيق موقع إلكتروني وأضعه إيفرجي إيفرجمو أضعه داخل الكلاود أو إنشاء قاعدة البيانات وأضعها إلى الكلاود، يجب أن أتوفر عليها هذا التطبيق أو هذا المعد أو هذه الخدمة في أي وقت أنا أحتاجه. إذن هنا تقول it is important the resources are available، متاح available متاح when needed. إذن high availability focuses، يعني مبدأ دوام الخدمة يتركز focuses on answering maximum availability، يعني يتركز حول ضمان الوصول إلى المعلومة بشكل قصوي. فوالا، اذا متفق معك هنا اللي دوني، يعني خصوصا اذا كانت هناك معطيات حساسه او معطيات كبيره الحجم الى غير ذلك، فهناك ستؤدي ثمن. هل هذه الخدمه ستكون متاحه 100% او هناك بعض التواني او هناك بعض الدقائق الخاصه لان المعطيات عندما تقوم بتخزينها داخل كلاود غالبا ما تخزن داخل مناطق جغرافيه مختلفه. لماذا مناطق جغرافيه مختلفه؟ لان يمكن ان يقع مثلا زلزال في احد مراكز البيانات، زلزال في دوله تحتضن مركز بيانات داتا سنتر، وبالتالي لضمان الوصول الى المعلومه يجب ان يكون عندنا نسخ في اماكن جغرافيه اخرى، مثلا في قاره أخرى. وعلى إذن هنا بعض الوقت أو بعض الأشياء، ولكن حسب تأدية الثمن ستكون هذه المواصفات متاحة بشكل 100%. هنا regardless بغض النظر of disruptions or events that may occur، بغض النظر عن الحوادث والأحداث أو الإشكالات التي يمكن أن تقع. That may occur. Voilà. When you are architecting your solution، عندما تقوم بهندسة مشروعك، you will need to account for service availability guarantees. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، تحتاج لأن تأخذ بعين الاعتبار الضمانة للوصول إلى المعلومات. إذن guarantees الضمانة، availability الوصول إلى المعلومات. You will need to account، تحتاج لأن تأخذ بعين الاعتبار. Voilà. When you are architecting your solution، you will need to account for service availability guarantees. Azure is a high availability cloud. Azure يقدم على أنه عبارة عن cloud يتيح لك الخدمة بشكل عالي جدا. With uptime guarantees depending on the service. With uptime guarantees يعني لو هاد الفارق ديال الزمن أحبائي الكرام حسب نوعية الخدمة. These guarantees are part of the service level agreement. Service level agreement، هناك agreement أو هناك اتفاقية موقعة بين الزبون والكلاود حول إشكال دوام الخدمة. هل هناك الخدمة تكون متاحة دائما أو هناك بعض الإبطايم، بعض تأخر في الزمن إلى غير ذلك. هذا ما يشرح هذا الفيديو، لا داعي للوصول إليه. إذن شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل حيث سنشرح قابلية التمدد. الحمد لله. إذن شكرا لكم وإلى اللقاء.